نرجع لموضوعنا. وصلنا لمرحلة انه احنا في عنا more than one template في البروجكت او في الريفت. شو يعني تمبلت؟ انا بحب ان انا اوصلها لليوزر بطريقة شوي ابسط، وبحب دائما اعطي هيك مثال كتير لطيف خفيف اللي هو شنطة الايد تبعت الصبية والتمبلت تبع الريفت. فعليا الصبية في عندها اكتر من شنطة، يعني مستحيل بنت تعيش بشنطة واحدة، يعني هذه بتكون ايش يعني، وحتى لو كانت حسن صبي بيكون عندها اكتر من شنطة، يعني مستحيل تطلع بالشنطة على نفس على اكتر من لبسة. طيب شو مالها الشنطة تبعت الصبية؟ هي عندها اكتر من شنطة، ويجولي كل شنطة بتزبط مع لبسة او عطلع على مكان معين. يعني اذا الصبية رايحة على الشغل غير اذا كانت الصبية رايحة على البنك، غير اذا الصبية رايحة على الماركت، وغير اذا رايحة تعمل شوبينج، هاي قصة تانية. هلا لانه عندها اكثر من شنطه، فهي في كل شنطه فيه الاغراض اللي فعليا راح تحتاجها يوجوال لهاي الطلعه او لهذا التارجت او لهذا الشيء اللي رايحه تعمل جوا الشنطه. خليني اخذ مثال واحد، ممكن يكون في عندها جوا الشنطه اكثر من جزان او اكثر من جيبه، سميها زي ما بدنا. هلا اذا حكينا عنهم اكثر من جزان، واحد مثلا بيكون فيه الكريدت كاردز والفيزا كاردز والاشياء اللي دخل في الفلوس، وواحد بيكون فيه الفلوس العمله الورقيه مثلا، واحد بيكون فيه الميك اب. هلا لما بدها تشتري شيء مثلا تدفع كاش، راح تفتح الجزدان ديفينيتلي تبع الفلوس، لما تفتحه راح يكون في عندها العملات الورقيه من فئه دينار و5 و10 و50. اذا كانت مشتريه شيء محتاج تدفع 5 دنانير ديفينيتلي ما راح تروح ال50 دينار، ما راح تطول ال50 دينار. اذا محتاج ال10 دنانير راح تطول 10 دنانير وتمسكها وتحطها مقابل الشيء اللي حتاخده. معناته هاد فتحت التمبلت تبع الطلعة هاي اللي فيه الأغراض اللي بيساعدوها في هاي الطلعة. وهون نفس الشيء في الريفت، إذا أنا بدي أشتغل أركيتكتشر راح أفتح التمبلت تبع الأركيتكتشر، ما راح أروح أفتح التمبلت تبع الكونستركشن. هيك خلصنا من موضوع إيش يعني تمبلت. هو عبارة عن الإشي الكبير اللي جواته. هلا عند البنت موجود جسدين، كل واحد عبارة عن نوع معين أو فاميلي معينة موجودة جوا الريفت. ففعليا انا فتحت الريفت، رحت اخترت الفاميلي اللي هو بالمثال تبعنا كان الجزدان اللي جواته الفلوس اللي راح استخدمهم. سو انا فتحت التمبلت تبع الاركيتكتشر، خليني اكبس على الاركيتكتشر. هيك انا فتحت او الصبيه فتحت شنطتها تبعت هاي الطلعه صح. في الكيس تبع الصبيه هي طالت الفاميلي اللي هو الجزدان اللي هو بالحاله تبعتي انا مسكت وول هون، وطالت التايب تبع الخمسين، هي طالت الخمسين دينار، أنا طلت الجدار تبع المية، وأنا بلشت حطيته في المكان المطلوب، أعطاني الريزلت اللي أنا بدي إياها، والصبية دفعت العشر دنانير وأخذت الريزلت اللي هي بدها إياها. On the other hand هي إذا احتاجت تدفع بالكريدتس، سو راح تفتح الفاميلي أو الجزدان اللي فيه الكريدتس. في الكيس تبعي أنا احتاجت باب، ففتحت الفاميلي تبع الباب، اختارت الكريدت كارد لانه راح تعطيها بوينتس اكثر اذا اشترت على الكريدت مش على الفيزا، وانا اخترت الباب اللي حجمه 90 في مترين، هي حطت الكريدت في الماشين وانا حطيت الباب في الجدار. اخر مثال حكينا في عندها جزدان تبع الميك اب اللي هي انا بالنسبه لي مثلا رحت حطيت الفلور فاميلي، هي الجزدان تبع الميك اب، انا طلت الفلور اللي انا بدي اياها تمام، وهي طالت Let's say الكحول اللي هي بدها اياه ما عجبها اللون تبعه، سو غيرت التايب، فانا عملت للفلور تبعي ايد التايب لانه مش هذا اللي انا بدي اياه، عملت انا دوبليكيت وهي شرت كحل جديد انا سميته وهي حطته في المكان المطلوب يعني اللون اللي هي بدها اياه، وانا غيرت وعدلت اللي بدي اياه جوا الفلور تبعي وعملت اوكي. هي استخدمت الكحل تبعها عشان تطلع باللوك المطلوب، انا استخدمت الفلور تبعي عشان اطلع بالدروينجز اللي انا بدي اياهم. هيك الصبية وصلت using التمبلتس تبعونها او الشنطة تبعتها للمكان اللي هي بدها اياه، وانا وصلت بالتمبلت تبع اللي بدي اياه. ان كيس البنت ما كانت طالعة شوبينج رايحة على الجامعة، سو راح تستخدم الشنطة اللي فيها الادوات تبعت الجامعة، يمكن تي سكوير ومثلث والشورتي والمحيات والكتب تبعونها، فصارت شنطة جديدة بفاميليز جديدة. نفس الشيء اذا انا كنت مهندس مدني ما راح افتح التمبلت تبع الاركيتكتشر، راح اروح افتح التمبلت تبع مثلا construction او تبع structure صح؟ فانا لو حكيت له من هون ياخذ نيو راح احكي له من التمبلت مثلا اعطيني structure التمبلت واحكي له اوكي. هيك بنفس الكيس تبع صاحبتنا اللي معاها الشنطات تبعونها وعم تختار الشنطه از بير ايش البرودكت اللي بتوصل له او ايش الغايه من حمل هذا التمبلت اللي انا بدي اشتغل عليه.
لسه ما حكينا شيء. بس اللي صار انه نحن فتحنا البروجرام صفى في عندي انا يوزر انترفيس تاني هسه بدنا نحكي عنه.